السلام عليكم. قرأ الإمام في الفجر قول الله سبحانه وتعالى في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك. تذكرت أمر: نفوسنا ضعيفة، إذا مدح أحدنا انتفخ ويظنه بكر الصديق ولا أحمد بن حنبل، ولكن المؤمن لحصافته إذا مدح فليستحضر تفاصيل ذنوبه التي لا يعلمها إلا الله، ولو علمها الناس لما مدحوه. وكذلك يستحضر المؤمن جميل ستر الله عليه، إذا مدح حتى يكسر حظ الشيطان في نفسه، يستحضر أن هذا من جميل ستر الله عليه. السلف رحمهم الله لهم دعاء جميل، وهو منقول عن الإمام الأوزاعي رحمه الله عن غيره من السلف، بقوله لكم. كان الإمام الأوزاعي وغيره من السلف إذا أثنى عليهم أحد كانوا يقولون: اللهم أنت أعلم بي من نفسي، وأنا بنفسي من الناس، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. هذا الدعاء إذا مدحت حتى تكسر حظ الشيطان في قلبك، قل: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. الله يجملنا وياكم بستره الجميل، إنه السميع العليم.